شكرا على السؤال. لما جيت على المغرب ليش اخترت المغرب؟ رغم انه لبنان هو منبع النجومي عندك الصح، ولكن انا الوقت اللي جيت فيه على المغرب 2006 2007 كان لبنان غرقان بالحروب من بعد استشهاد الرئيس الحريري 2005 2006 كان حرب تموز، انزفروا مين عادوا الى ان كمل الموضوع باعتصامات وجمود البلد سنين سنه ورا سنه الى حد الان. الشركات اللي حكيت عنها بدها سكرت فتت من لبنان، من اهم الشركات ما بدي افوت باسمها. التلفزيونات كانت متبنيه كخط فني للماكسيموم 100%، كمان قلصت مع الوقت. فبعتقد انه انا بعدني بتذكر لما كنت بدبي واحد الفنانين عم يتحدث، وانا كنت انا الحمد لله منتبه كثير للكلام اللي بيبقى عم ينحكى وبستفيد من النقطه اللي لازم استفيد منها. وانقال قال له فلان عامل غنيه مغربيه عن احد النجوم وقتها، قال له عم نضيع وقته. بجاوب الشخص هذاك بقول له شوف يا حبيبي، المغرب لا يقل أهمية عن مصر، وفيها شعب زوار وبحب الفن، وفيها نسبة كثافة سكانية كبيرة. إذا قدر يعمل نشر بالمغرب هذا إنجاز كبير. ده اللي براسي هالفكرة، والله أعطاني إلهام إني جيت على المغرب. بلشت مشواري والحمد لله كل خطوة كنت عم بعملها كان عم بتكلل بالنجاح. خلينا نقول 10% 20% 30% إلى اليوم وصلت إني أكون بيناتكم. بعتقد إنه مشيت السلم درجة درجة وبعد المشوار طويل. بالنسبة للسؤال الثاني، أنا إلي الشرف إذا أنا بدي أحصل على وسام بلدي، هذا شرف بشرفني لإيدي ولعائلتي ولبلدي إني أنا أقدر بالمغرب أحصل على رضا سيدنا الله ينصره. اللي أنا من هون بقول له وبتعهد من بعد 12 سنة حب واحتضان لهالبلد، بقول له أنا جندي تحت رايتك، أي شيء فيه سلام لهالبلد وأي رسالة ممكن تعمل شيء لهالبلد بوزيتيف أنا تحت رايتك. لا تنتهي.